الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا أنا جاي أتكلم عن اليتيم في الأول بالدرجة الأولى، لأن فيها أشياء كتير ذكرت، وهي من الأهمية بمكان أنها أصبحت بديهيات لابد أن نسلم بها. اليتيم هو صاحب الحاجة، هو صاحب القرار في المؤسسة. إحنا ما نفرضش على اليتيم برنامج، سواء كنا مانحين أو جمعيات مانحة. صاحب الحاجة هو الذي يفرض المشروع، سواء كان داخل سوريا أو في اليمن أو في باكستان أو في أفغانستان. أنا ما أنسقش المتبرع جالي في المؤسسة وقال لي خد المشروع ده وعمله كده، أنا مش عايز فلوسك، إن أنا عندي سياسة، عندي استراتيجية، عندي شخصية مؤسسية. أنا مش بجمع مال، أنا ببني مجتمعات زي ما كان دكتور بيتكلم. دي نمرة واحد. اليتيم مش سلعة أبدا، والخمسين ولا الستين دولار دول لا يكفوا شيء. كان في مؤتمر السنة اللي فاتت هنا نتكلم فيه، وكان الشيخ قرة داغية علي في نفس المكان ده. أنا قلت كلمة كده وطلع قوة حنضحك، يعني تعمل مشايخ لما يدوا فتوى تخاف تكش، مش كده يا دكتور عجيل؟ بخليك كده بسم الله ما شاء الله يعني. فانا قلت 120 150 دولار، قال لي لا كفلها زكريا يعني زي بنته. والا احنا بنقول احنا بنساعد الايتام، لان هنا في الرساله المجتمعيه لكفاله اليتيم احنا لا 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 لا, لا نقول الحقيقه. انا اكفل اليتيم في الجنه كده مش ب 50 دولار ولا ب 60 دولار ولا ب 100 دولار. لما كفلها زي بنتي وابني يبقى ساعتها انا وكفل اليتيم، لكن ممكن نساعد اليتيم وحاقر على كده، بس انا ايه نضع الحقائق امامنا، لان احنا بنمثل فكر اسلامي، بنمثل رساله محمد صلى الله عليه وسلم. انا قلت اليتيم مش رقم او سلعه، ولن اسمح لاي مؤسسه تجعله رقم او سلعه ابدا على الاطلاق، حتى ولو قلت لهم مش عايز فلوسكم، بس رقم او سلعه. برامج اليتيم في مناطق النزاعات مختلفة تماما عن برامج اليتيم في أماكن أخرى، لأن اليتيم متحرك. فلا أشك على الجمعية المحلية إمكانياتها ضعيفة، ممكن اليتيم يتحرك للسويد وما يقوليش. هذا لا يعني إن أنا أغلق تعاملي مع الجمعية. كنا بنكفل أيتام في البوسنة، كانوا بيسافروا ما نعرفش هما فين، نكتشف بعدها بست أشهر إنهم راحوا البوسنة. فهنا لابد يكون توافق فكري ما بين معرفة فلسفة الحياة في النزاعات، مناطق النزاعات، ويتيم مثلا عايش في القاهرة أو عايش مثلا في الخرطوم إلى آخره. فدي مختلفة تماما تماما. وسيد الموقف في هذا المكان الجمعية المحلية على الإطلاق، يعني لم تعرف ماذا حاجة اليتيم. عمر اليتيم اديكم مثلا، في اليمن احد الجمعيات كان بتكفل اليتيم بقرار شرعي لغايه 16 سنه. خلاص اليتيم اصبح ملوش اي شيء بعد كده. الامريكان راحوا لان مجموعه من الايتام دول مين اللي خدهم؟ مؤسسه ارهابيه. جم للجمعيه قالوا لهم الايتام دول بتوعكم ولا لا؟ ما يقدرش ينكر، لانه ترك اليتيم وعمره 16 سنه ليس له مهنه ولا حرفه ولا تعليم. فلابد ان الفقه بتاعنا ينظر الى كيف يجعل اليتيم عائلا ولا يتركه في منتصف الطريق. انا بس ساعات ما بعرفش اشوف، لكن بعرف اتكلم. هل العمل الانساني هو نية ولا تسويق؟ انا بتكلم يعني كلام ايه انا عايش فيه. عشان كده ساعات الدكتور بيقول لي انت ساعات بتجي مكشر وعايز تنفجر، وساعات بتيجي ترقص وتضحك وحاجه، ولا الرقص حلال في الاسلام مش كده ولا كده يا شيخ عجيب؟ سامري اسمه ايه؟ خلاص سامري سامري، بس مش بتاع سيدنا موسى. يعني انا هل بجمع الفلوس عشان اخلي الجمعيه تستمر، ولا بجمع الفلوس لرساله؟ لأن اليتيم ده ابني. اليتيم ده مشاعر وأحلام، وزي ما كان مش عارف الدكتور عبد الحليم بيتكلم أو أخونا
يحيى شيخ يحيى بيتكلم لابد ان امكنه ويصبح مواطن صالح فاعل ومفعل للمجتمع. الامر الثاني المصاريف الاداريه شائكه. انا اتكلم عن رايي الشخصي وكل له رايه الشخصي. مفيش عمل دولي اقل من 15% بل يزيد عن 15%. وان اردنا ان نبني مؤسسات ولا نهدر الاموال في الميادين او اللي هو في الاماكن اللي هي يبقى نقلص النفقات. ليه؟ لاننا لابد ان امكن العامل القوي الامين. هنجيب القوي ازاي؟ من غير ما نصرف عليه، من غير ما نجيب برامج نحطها، من غير ما نعمل استثمار في ابحاث، من غير ما نعمل كذا وكذا وكل هذه الاشياء. ففكرنا احنا في العمل الانساني لابد ان يتغير، ان الاصل اننا نمكن المجتمع الذي نخدمه ثم بعد ذلك نبني هذا المجتمع ونبني الشخصية من خلال اليتيم. فال 15% صعبة انك حتى تقول ده تكفي عمل دولي. عمل دولي معناه ايه يا اخوة افاد واخوات الفضلات؟ معناه مصاريف ادارية في المكتب الرئيسي، معناه مصاريف ادارية في المكتب الميداني، معناه مصاريف ادارية اخرى. ثلاث مصاريف ادارية بنحطها. الخروف مثلا لما بنشتريه، خدت بالك انت منه؟ بناخد عليه مصاريف ادارية ولا ما بناخدش؟ كل حاجة بناخد عليها مصاريف ادارية. مشكلة عندنا كمان في العمل يا دكتور عبد الحليم ان قياس الاثر. كيف نقيس اثر ما عملنا على مجتمع اشتغلنا فيه؟ مفيش ميزانية ليه. ما ينفعش اصرف 5 و10 و20 مليون وقياس الاثر هيكلفني مثلا 30 40 50 الف دولار، كان جزء من الميزانيه وهكذا. الذاكره المؤسسيه، اتكلم عن نفسي انا شخصيا، انا مش بتكلم عن حد، انا المخطئ والمظلم، مش كده ولا ايه؟ هكتب تاريخ المؤسسه امتى عشان الاجيال اللي بعدي تتعلم منها، ما تبقاش تجربه شخصيه لمؤسس. فلا بد ان اكلف، وده مصاريف اداريه اخرى، من يكتب هذا التاريخ لكي تتعلم الاجيال من بعدي فنصنع قيادات اخرى. يبقى استثمار في الايه؟ الابحاث وعمل الذاكره المؤسسيه. اغلب المؤسسات العربيه والاسلاميه اللي انا اعرفها، مش كلها طبعا يعني، بس عشان ايه ما نعممش، ما عندهاش حته المصاريف الذاكره المؤسسيه، بل الابحاث مش موجوده على الترابيزه خالص. كنت انا بتكلم مع احد جمعيات في بلدي ما قلت لهم عشان تخش المؤتمر اللي كان بيتكلم مع الدكتور ده عايز نعمل ورقه بحثيه هتتكلف 15 الف دولار، ميزانيته يمكن ب 50 مليون ماينا اسم هيتن تطاحن اسمها تطاحن ولا تجاذب يعني بين هات وخد في شد وجذب، ايوه كده، ومغالبه وكذا وكذا، ما اتعملش على 15 الف دولار. قلت له عايز ادي الحكومه ورقه باسم جمعيتك، مش مقتنع بيها. ما ينفعش نقول احنا جمعيه عندها 30 40 سنه مخها هو مخ جمعيه عندها 3 اشهر. ما ينفعش ابدا. وعمر الجمعيه ما تقاس بنموها بحجم مالها. تقاس بحجم عطائها وقياس الاثر، والعطاء بدون العطاء اللي هو الابحاث. في حاجة في المجتمع الدولي دكتور عبد الحليم اسمها الاستعمار الإنساني أو التجارة الإنسانية. دي مصطلحات أنا بتكلم. أشوت فين؟ أنا مفيش كرة قدامي. أنطلق بالته ولا بالكاف؟ معنى إيه؟ معنى إحنا بنفرض على المجتمع ثقافة مش ثقافته، فكر مش فكره، مشاريع ما تنفعوش. الغرب بيعمل كده، طب ما احنا بنعمل كده. فلما نيجي نتكلم عن كده انا لابد ان اسمع للمجتمع في المشروع، هو اللي يحط معايا يعني النازح واللاجئ في المخيمات في صعدة في اليمن من 5 6 سنين او 10 سنين تقريبا مش فاكر، 2006 و2008 كان في حاجه اسمها المشاركه الاجتماعيه للنازحين واللاجئين في المخيمات. بيقعدوا معاك يكتبوا المشروع اللي هو اللاجئ، وبعدين ينفذوا المشروع معاك، وبعدين يراقبوا المشروع ويقيموا المشروع عشان ينجح المشروع. ده المشروع
مشروع اهل صعده مش مشروع اهل لندن. دي ايه النقطه الثانيه. في ناس بيعملوا دلوقتي، انا سمعت الكلمه دي من 2010 كنت في نيروبي مع اللي هو مسؤول الامم المتحده في المنطقه كلها، كنا عاملين كده ورشه عمل. قال احنا دلوقتي العمل الانساني اصبح بيزنس كده يعني. فقلت له طبعا هو بيزنس. ايه؟ قال كل واحد بيعمله عشان ياخد حبه وجاه وحبه كذا وكذا. احنا ما ينفعش احنا كجمعيات مسلمه اسلاميه يكون دي على الترابيزه بتاعتنا، لا استعمار انساني ولا تجاره انسانيه. بس عشان ايه؟ الشلاليت اللي كان عايزها الدكتور عبد الحليم